بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده هنتكلم فيها كده النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الكذيب والشائعات. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجه عايز اتكلم فيها يا جماعه، هو الاسماعيلي مين اللي واقف ورا الاسماعيلي؟ لا صحيح، يعني النهارده نادي نجوم المستقبل بيحصل على الحكم التاسع. نادي نجوم المستقبل النهاردة بيصدر بيان بيعلن فيه انه واخد 9 احكام على هبوط الاسماعيلي للدرجة التانية. نادي نجوم المستقبل ليهم غرامة مالية على نادي الاسماعيلي. ليه لحد النهاردة مفيش حد عايز يطبق الحكم ده؟ حكم من الفيفا خد، محكمة رياضية خد، الاسماعيلي طعن على حكم المحكمة الرياضية اصبح حكم نهائي وقاطع وبات، اما الدفع او الهبوط للدرجة التانية او ايقاف القيد. مفيش اي حاجة بتتعمل خالص خالص. اتحاد الكرة المصري مطنش مكبر، لجنة انضباط ادتهم حقهم، لجنة تظلمات ادت الحكم لصالح النجوم. النهاردة النجوم بيحصل على حكم من محكمة النقض بحقيته في الغرامة المالية على صالح او على نادي الاسماعيلي. هو مين في مصر واقف في ظهر الاسماعيلي ومش عايز اي عقوبة تتنفذ على نادي الاسماعيلي؟ لان الموضوع بقى غريب. النهاردة في حركة حصلت النهاردة، ان اعلاميين كتير النهاردة حاطين البادج بتاع نادي الاسماعيلي او شعار نادي الاسماعيلي كخلفية ليهم او صورة شخصية لحساباتهم. هو في ايه؟ هو الاسماعيلي اكبر من الهبوط ولا ايه؟ لا سؤال صحيح. الاسماعيلي مع احترامي الكامل، يعني لو عدينا عدد المشجعين اللي بيشجعوا الاسماعيلي مش هيوصلوا 3.5 مليون، اللي هم عدد مشجعي او عدد سكان محافظة الاسماعيلية. المنصورة اللي هي اكبر من اسماعيلية، المنصورة هبط، الشرقية هبط، اسوان هبطت، المحلة هبطت، كل الاندية الشعبية بعيدة عن الاهلي والزمالك هبطوا. لكن نيجي عند الاسماعيلي لا، مليون خط احمر. بالمناسبة النهاردة عد عليا فيديو كده، الزملكاوية دايما وجمهور الاسماعيلي يقول لك ايه، احنا اتسرق مننا لقب 2009 ودوري 2009. انا عايزك كده ترجع لاي فيديو او اي ملخص للمباراة او شريط المباراة، اتفرج على اول 16 ثانية. النادي الاهلي اتلغاله هدف في الثانية 16، ماتش 2009، الماتش الفيصل بين الاهلي والاسماعيلي. محمد ابو تريكه اتلعب له كره بينيه راح انفراد حطها في الجون واتحسب الهدف تسلل. بالرغم في الاعاده الباك ليفت بتاع نادي الاسماعيلي في هذه المباراه كان مغطي حوالي متر، كان مغطي حوالي متر، ولو في تقنيه فار في هذه المباراه الهدف ده كان اتحسب. لكن جمهور الاسماعيلي ومعاه جمهور الزمالك يقول لك لا، احنا اتظلمنا في هذه المباراه وكان لنا هدف ملغي لصالح محمد حمص. اذا كان ليك هدف ملغي مشكوك في مدى صحته، فالاهلي كان له هدف ملغي مؤكد بنسبه 100% انه هدف صحيح. لكن لاننا بنتعامل مع مجموعه اعلاميين مدلسين، محدش بيتكلم في هذا الموضوع. حاجة مهمة جدا حصلت الموسم ده وكشفت لينا كم كبير جدا من الأكاذيب التاريخية، مجموعة كبيرة من الأكاذيب اللي اعتمد عليها جمهور النادي المنافس ان الفرق ما بين بطولات الأهلي وبطولات الزمالك هو السبب في وكالة الأهرام. ومن بعد وكالة الأهرام شركة بريزنتيشن الشركة المملوكة للدولة، وان كل ده كان السبب في الفارق الرهيب في البطولات ما بين الاهلي والزمالك. الموسم ده اتغير نظام الرعاية تماما، اصبحت الرعاية تسير وفق امكانياتك وقدراتك. كل نادي حسب اسمه بقى، كل نادي على حسب قدراته. بصينا نلاقي النادي الاهلي بيسوق ومش رعاة مصريين، كلهم اجانب، 5 6 رعاة كلهم اجانب. الناحية التانية نادي الزمالك ما لقاش ولا راعي، ولا مصري ولا غير مصري، ولا مصري ولا غير مصري. فاضطرت
شركة بريزنتيشن مجبرة انها ترعى هي نادي الزمالك، وبعد كده تجيب هي رعاة لنادي الزمالك. ما خدتوش بالكم الحكاية دي؟ ويطلع بعد كده واحد مدلس يقول لك لك الله يا زمالك، الزمالك مظلوم، اصل الدولة بتجامل الاهلي، اصل الدولة بتقف جنب النادي الاهلي، اصل مش هيسيبونا نكسب 3 دوري ورا بعض. جملة مستفزة جدا، جملة مستفزة جدا بتتقال على طول خلال الموسم ده، ان الزمالك مش هيسيبوا الزمالك ياخد الدوري لتالت سنة. انا عايز اسأل سؤال، واتحدى اي زملكاوي يجاوب على هذا السؤال، لان السؤال ده ملوش اجابة اصلا، والاجابة بتاعته لأ. هو الزمالك كسب كام دوري، كام مرة قبل كده 3 دوري ورا بعض؟ الزمالك في اي سنة من السنين او في اي حقبة تاريخية الزمالك قدر يكسب 3 دوري ورا بعض؟ الاجابة لم يحدث هذا عبر التاريخ. عمر ما الزمالك ما عرف يكسب 3 دوري ورا بعض، عمره، لا دلوقتي ولا من 10 سنين ولا من 20 سنة ولا من 30 سنة ولا من ساعة ما الدوري بدأ. امال انتوا ليه بتشتغلوا نفسكم وتقول اصل الزمالك مش هيتم السماح ليه انه يكسب دوري 3 سنين ورا بعض او 3 مواسم ورا بعض؟ عايز اقول فيه لهو خفي، فيه لهو خفي قد يبدو ليكم او ليا او للبعض انه لهو خفي، لكن هو معروف للجميع وبالذات جمهور النادي الاهلي عارفه كويس. ابو خيبة الكرة المصرية، نادي الزمالك بيتظبط في الحكام في كل ماتشاته الافريقية مؤخرا عشان يقدر يصعد للدور القادم، في حين ان النادي الاهلي بيتحط للماتشات بتاعته حكام عشان تعطل النادي الاهلي. نادي الزمالك طاقم تحكيم ليبي مغمور غير معروف بيتم تعيينه بقيادة معتز إبراهيم لمباراة شباب بلوزداد والزمالك، المباراة اللي هتحسم كل الأمور، هتحسم مصير الزمالك، هتحسم مصير شباب بلوزداد، أكون أو لا أكون، واحد من الاتنين هيطلع منتصر متأهل، واحد من الاتنين هيقعد حصالة في المجموعة. عشان كده اللهو الخفي هناء المغربية في لجنة الحكام وابو خيبة في الكاف، الاتنين شغالين شوية خدامين لمصالح نادي الزمالك. الناحية التانية النادي الاهلي بنشوف حكام بتيجي عشان توقع النادي الاهلي، عشان تخلي الاهلي ما يصعدش او يتأهل للدور القادم في بطولة دوري الابطال الافريقي. النهاردة في صورة متداولة للاعب محترف في نادي الطموح، صورة أقل ما توصف بأنها فضيحة، أقل ما توصف بأنها فضيحة. قلنا قبل كده وحذرنا، وميدو حذر في البرنامج بتاعه وقال ميدو نصا أن نص لعيبة الدوري بتتناول مادة السنوز، وهي مادة تحتوي على التبغ، وان بيتم مضغها، وان فيها نسبة تامول او ترامادول. النهاردة لاعب بيلعب في نادي الطموح، لعيب من بوركينا فاسو، ماشي في الشارع متصور وهو معاه مادة السنوز دي، ماشي بيها عادي خالص، ماشي بيها عادي خالص. هو لحد امتى هنسيب الناس دي كده؟ اللي بياخد منشطات بياخد، واللي بياخد تامول بياخد، واللي بياخد السنوز بياخد، واللي واللي واللي. ميدو قال قبل كده ان المادة دي مادة مدمنة، يعني اللي بيتناولها لفترة ما يقدرش يبعد عنها. يعني عندنا مدمنين في الدوري المصري كتير، وللأسف الشديد مفيش تحاليل، مفيش تحاليل مستوفاة لهذه المواد اللي ممكن تفسد بطولة الدوري المصري الممتاز. دايما دايما بيتقال ان احنا اللي بنحاول نوقع الناجحين، في اوروبا بيحاولوا يقفوا جنب الفاشل
عشان يوقفوه على رجله، والناجح عشان ينجحوه اكتر. لكن عندنا هنا احنا بنحاول دايما نتمنى ان الناجح يفشل. عايز اقول لك ان روبي فاولر واحد من هدافي الدوري الانجليزي، هو ستيفن جيرارد هداف ليفربول، قال لك انا عايز محمد صلاح يحطم كل الارقام، مش رقم انا بس، يحطم كل الارقام. ستيفن جيرارد كابتن ليفربول قال لك اذهب واكسر رقمي القياسي في دوري الابطال. سير كيني قال لك سعيد اني شاهدت محمد صلاح يتجاوز رقم التهديفي. ايان راش النجم الاسطوري والتاريخي لليفربول قال لك اذهب وتجاوزني كهداف تاريخي للنادي. عندنا كابتن ابراهيم حسن طلع يقول ان محمد صلاح عمره ما هيقدر يحطم رقم كابتن حسام حسن. انا بضحك من همي، انا بضحك من حزني، واحنا بنعطف بعض وبنحاول نوقع بعض. النهاردة الولد الزلنطحي بتاع البليلة الحقير اللي طلع خبر ايقاف كهربا 8 سنوات او عفوا 8 مباريات، طلع النهاردة بخبر جديد لما لقى الدنيا مفيش اصلا الفنكوش بتاعك ده. والنهاردة رئيس لجنة الانضباط في تصريح ليه رسمي قال لك مفيش اي عقوبات عملناها على كهربا حتى الان، ولا في اي قرارات صدرت حتى الان. طلع الحقير الوضيع الزلنطحي بخبر جديد على الجريدة بتاعته اللي شغال فيها، قال لك اتحاد الكرة بيدرس تخفيض عقوبة كهربا. يا ولا يا ولا يا مدلس يا حقير، ما هو شوية شوية تخفيض عشان لما تطلع عقوبة الكهرباء بماتش ولا بماتشين يقول لك انا صح قلت لكم 8 واتحاد الكورة هو اللي خلاها 2. وليه لا؟ ما يمكن اتحاد الكورة ما يطلع يقول عقوبة مالية يطلع القطيع الابيض يقول لك الله لك الله يا نادي يا مظلوم، اهو شايفين كهرباء اتحكم عليه بثمان ماتشات ايقاف وفي الاخر عملوها بدون ماتشات وعملوها غرامة مالية عشان يقفوا جنب نادي الدولة النادي الاهلي. عايز اقول ان هناك حالة غليان وثورة وغضب كبيرين جدا داخل ارجاء مجلس ادارة النادي الاهلي. ليه؟ بسبب العقوبة اللي تم الاعلان عنها ضد محمود عبد المنعم كهربا، وان النادي الاهلي عامل بالظبط زي النار اللي تحت الرماد هتنفجر في وجه اي حد هيحاول يقرب ناحية محمود عبد المنعم كهربا. لكن قبل ما اتكلم عن غليان النادي الاهلي، عايز اقول ان ما ذكره هذا الزلنطحي هو اقرار دامغ ببراءة كهربا. اقرار دامغ ببراءة كهربا. ليه الكهرباء بريء؟ بالفيديوهات. لجنة الانضباط فرغت السماعات الداخلية لاستاد القاهرة والميكروفونات الداخلية لاستاد القاهرة، مفيش حاجة اسمها كهرباء حطه صح، كهرباء عقده صح. الزمالك بعتوا لهم، لجنة الانضباط بعتت للزمالك هاتوا يا جماعة ما يفيد ان الراجل شتم الزمالك او اهان الزمالك او اساء لاي حد في الزمالك. الزمالك قال لك ما عندناش حاجة، ما عندناش اي دليل، ما عندناش اي ادلة تانية. اذا كهربا معاه اكتر من اثبات: واحد، تقرير مراقب المباراة، 2، تقرير حكم المباراة، 3، السماعات الداخلية لاستاد القاهرة، 4، الشريط الرئيسي للمباراة ما فيهوش اصلا اي حاجة. 4 اثباتات بالفيديوهات دامغة لا تدين كهربا وتثبت براءة كهربا. لكن اتحاد الكورة عشان يرضي سعادة البي لازم يدي اي نكشة كده الكهربا، وانا اعتقد انها تبقى في حدود غرامة 50,000 جنيه على الاكثر، الا اذا اتحاد الكورة تخطى كل خطوط الفجور
تخطى كل حدود الفجور، وقال ان كهربا يتم ايقافه ماتش او ماتشين. عايز اقول بالمناسبة الاعلام التونسي مشتعل جدا من الحكم بتاع ماتش الزمالك والترجي، وقالوا ان الحكم مرتشي، وان ضربة جزاء الزمالك ما كانتش صحيحة، وان الزمالك فاز عن طريق الحكام. مشكلة كبيرة جدا في الاعلام التونسي اللي بيهاجم بشكل شبه يومي حكم المباراة، حكم مباراة الزمالك والترجي، وشايفين ان الحكم كان حكما مرتشيا، شايفين ان الزمالك فاز عن طريق الاساليب الملتوية. حتى الراجل الدزيري اللي هو نجيب الدزيري اعلامي تونسي قال لك ضربة جزاء الزمالك البارح مش صحيحة، وحمد المدب والترجي نضاف. يعني ايه؟ يعني ملهمش في السكك الشمال، ملهمش في السكك السيكي ميكي، ملهمش في الحاجات دي. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا. شكرا ليكم، سلام عليكم.